أكد مزارعون مشاركون ضمن سوق المزارعين البحرينيين الذي تقيمه وزارة شؤون البلديات والزراعة بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أن مزارعهم تضم كميات وفيرة من الخضروات استعدادا لشهر رمضان المبارك. نعم هذا وشهد سوق المزارعين البحرينيين أعداداً غفيرة من الزوار من مختلف الجنسيات من المواطنين والمقيمين لشراء المنتجات الزراعية. وحرص المزارعون المشاركون في فعاليه السوق على ابراز كميات وفيره من انتاج مزارعهم في ظل الاقبال الكبير من الزوار لشراء احتياجاتهم بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك